السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وترطب ألسنتنا وتقوى أبداننا بذكر الله. الصحف تنور والخطايا تحط والدرجات ترتفع والملائكة تتنزل والشياطين تنخنس، كل ذلك بذكر الله. فضلا عن ذلك، فإن الله قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتسعدنا صلاتنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سامعين مطيعين محبين لرسولنا الأمين، وسامعين مطيعين لله رب العالمين، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل: علي، هل من أعتقه الله من النار لا يموت إلا وهو نقي من الذنوب؟ ذلك أمر موكول إلى الله. اللهم صلي، الله يرزقنا وياك الذرية الصالحة. هل يجوز قنوت الفجر؟ نعم، تلك مسألة خلاف بين العلماء والأمر فيها واسع. وحياك الله يا حسين، بارك الله فيك. هل من الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم الاستماع إلى القرآن الكريم؟ هذا له وقته وهذا له وقته، افعل هذا وذاك. لعبة الببجي مضرة وفسادها عريض على الناس، ونحن نبني على أن الله لا يحب الفساد، فعليه ابتعد عنها. اسم هود لا بأس به، هو نبي من أنبياء الله. الطلاق في هذه الأيام يجوز أم لا؟ الطلاق جائز. ماذا تقول يا محمد بن جمال؟ هل الأغاني بشكل عام محرمة؟ ليست محرمة على الإجمال، إنما فيها تفصيل ولا بد. فالأغاني المصحوبة بالموسيقى حرام، والأغاني التي لم تصاحب بالموسيقى فيها تفصيل، إذا كانت كلماتها فيها فساد تعين على الشر وتشجع عليه فحرام. وإن كانت الأغاني في مناسبات طيبة وكلماتها طيبة فلا بأس بذلك، والله أعلم. كانت الجواري تغنيان زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأفراح وفي غير الأفراح، أحيانا إذا دعت الحاجة لذلك. بسم الله، كيف يكون حفص بن سليمان إماما ثابتا في القراءة ويتكلم فيه أهل الحديث؟ اسأل أهل الحديث الذين تكلموا فيه يا خان، تكلم فيه أئمتنا الأولون وحكموا عليه بالضعف. حلف بالطلاق ألا يدخل بيت أهل زوجته، ما الحكم لو دخل؟ يكفر كفارة يمين. حكم باروكة الشعر للرجال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله لعن الله الواصلة والمستوصلة، والرجل من باب أولى، لأن المرأة محل الزينة ومع ذلك منعت. فالرجل جمع بين تشبه بالنساء وجمع بين اللعن الوارد في حق الواصل. بسم الله. رجل عنده خبرة كبيرة جدا في إعطاء الحقن وتركيب القسطرة، ولا يوجد غيره في القرية، وتأتي إليه النساء مع زوجها أو أمها وأبيها كي تغز حقنة عضل، يعني في الفخذ، ممكن يعطيها من فوق الثياب، ولا تكشف المرأة سوءتها أمام رجل أجنبي إلا للضرورات القصوى. وليس كل امرأة اشتكت من ألم تذهب وتكشف سوءتها أمام رجل أجنبي. هل الفدية ضرورية لإعادة الصيام ما فات من رمضان السنوات الماضية؟ ليست بضرورية ولا بلازمة ولا دليل عليها، إنما عليك الإعادة لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. من أحق ببر زوجي
أم أبي؟ الزوج أنت مع الزوج مسؤولية الزوج، لكن قبل البناء فأنت في بيت أبيك والقول قول أبيك. امرأة أخبرت زوجها أن صديقتها أختها حتى لا يمنعهم من بعض وجود تشابه في الأسماء بينهم، هل هي مذنبة؟ لا يجوز لها ذلك إلا عند وجود فساد محقق من الزوج. ما قيمة ما يكتبه الأب لبناته ضمانا لهم؟ لا يكتب لهم شيئا، إن أحب أن يهدي لهم في حياته أهدى لهم، وإلا هم فلهن ثلث الميراث. معي بضاعة سوبر ماركت بمبلغ 250,000، هل عليهم زكاة مال؟ عليهم زكاة مال، نعم. ما حكم إصدار صوت أثناء الشرب؟ الأمر في ذلك واسع يا ربيع. هل يجوز الاشتراك في بقرة مع جزار وأخذ نصفها عقيقة عن ولد ذكر؟ نعم إذا نويت بذلك قبل الذبح. حكم قرض بنكي مع أني متعسر جدا؟ إذا كنت ستسجن يا ممتاز لك ذلك، وإلا فالله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما حكم الكلام أثناء الأذان؟ جائز مع الكراهة. حكم الأخذ الكهرباء، هي حكم سرقة الكهرباء للمسجد، لا يجوز سرقة الكهرباء. الله يصلح حالنا وحالك. حكم من رأى رجل مع زوجته فقتلهما، ذاك أمر موكول، خلاص قتلهما قضية تنظر. ما حكم إقامة وليمة العشاء للميت؟ ما حكم إقامة وليمة العشاء للميت؟ تقصد أضياف أتوا للتعزية فلا بأس أن تكرمهم إذا أتوا من بلاد غريبة، أما الأصل فأهل بلدتك ألا يشقوا على أهل الميت. وقد حسن بعض العلماء على إغماض حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. بارك الله فيك يا أخ محمد الصوفاني وحفظك الله. هل الصيام بعد نصف شعبان يجوز؟ نعم، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر، حبك الله. بيتي مغلق من سنة، ماذا أفعل عندما أعود إليه؟ سم الله عند دخوله وشغل سورة البقرة فيه، والله أعلم. التعريض بالحلف لا كفارة فيه. يقول لي شخص أنه الله عز وجل يبدأ البشرية في غلط، وهو زواج الأخ من أخته، حاشا لا طبعا، هل كان هذا بشر مع آدم عند نزوله؟ يا أخي لا تفترض يا خالد الحي، لا تتكلم كلام معقول يا خالد، بارك الله فيك. الله لا يسأل عما يفعل ونحن الذين نسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ساكنون بالدنمارك ونصوم 18 ساعة باليوم، وأنا أشتغل شوفير وأقطع باليوم 500 كيلو تقريبا، هل يحق لي أن أفطر وأقضيها بيوم آخر أو أفطر صائم؟ لا يجوز لك ذلك، عليك بالصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تصبر ومن يتصبر يصبره الله. وماذا يعنيك يا أحمد؟ حكم من رأى رجل، أسئلة مكررة. حكم تعليق آيات القرآن الكريم في المنزل إذا كانت للتذكير لا بأس، فمثلا إذا علقت قول الله تعالى فاذكروني أذكركم، أو علقت قول الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو استغفروني أو استغفر الله، كل ذلك جائز بل مستحب من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب ذكرى تنفع المؤمنين. محمد بن عادل الحسيني، ما حكم الصلاة في مسجد به ضريح في اتجاه القبلة ويفصل بينهما جدار وممر، لكن باب زيارة الضريح من داخل المسجد؟ الصلاة بهذا التوصيف جائزة مع الكراهة. ما حكم لفظ سبحان الله في الصلاة؟ عفوا ذهب السؤال.
ما حكم لديه محل صغير في بضاعة بثلاثين ألف جنيه وعليه ديون، يخصم الديون من ثلاثين ألف ومن ثم فلا زكاة عليه. تفسير: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. المرأة المطلقة طلاقا رجعيا يجب أن تمكث في بيت الزوجية مدة العدة التي هي ثلاث حيضات. لا يجوز للزوج أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. ما السفر المحدد للقصر؟ مسافة السفر المحدد للقصر ليس فيها نص ثابت عن رسول الله، والنص الذي ورد أن النبي كان إذا سفر ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال قصر الصلاة لا يصح. ومن العلماء من قال هي مردودة إلى العرف. بارك الله فيك يا أخ أحمد بن أبي الربي، والعفو عن القصور. هل الإفطار في رمضان عند السفر المفاجئ؟ هل يجوز الإفطار في رمضان عند السفر المفاجئ إذا خرجت من بلدك؟ هل يجوز الطلاق أثناء الحيض؟ لا تطلق أثناء الحيض، أما إذا طلقت أثناء الحيض فالطلاق واقع. أعمل في الخارج ودوامي في رمضان ليلا وأنام النهار، فما حكم الصيام؟ يعمل بالخارج ودوامه في رمضان ليلا وأنام النهار، الصيام صحيح. هل يجوز حلق شعر الصدر؟ يجوز، خاصة إذا كان مضرا. حكم وضع صورة البقرة في البيت ولو كنت مشغولا عنها لا بأس أيضا. حديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار ثابت صحيح. إخوتي يقاطعونني ويقاطعون بعضهم بسبب مشكل القيل والقال وليس لي دخل فيه. على كل حال الأسئلة، عفوا، إخواني يقاطعونني ويقاطعون بعضهم بسبب مشكل القيل والقال وليس لي دخل فيه، ويرفضون الصلح، وأبي يرفض أن يكلمهم لأنهم ظلموني، ماذا أفعل؟ حاول أن تصل قدر الاستطاعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يسأل: هل يجوز أن ندعو على من حسدونا ودمروا حياتنا؟ يجوز ذلك إذا تأكدت أنهم دمروا حياتك أو حسدوك. هل تجب البسملة قبل السور في الصلاة؟ لا تجب، ولكنها مستحبة عند الأكثرين. إلا الفاتحة، النزاع في البسملة فيها قائم وبقوة. هل تجوز الصلاة إذا كان على جسد المصلي وشم؟ نعم تجوز. هل تجوز زكاة الذهب الملبوس؟ تجب الزكاة على الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ما حكم صوم يوم الغيم؟ وهل هناك فرق بينه وبين يوم الشك؟ لا، هو الغيم يوم الشك يوم الثلاثون من رمضان، عفوا، من شعبان. ما حكم زكاة الأرض المعدة للاستثمار؟ عليها زكاة سنوية تقدر بالثمن الذي إذا أعلن بيعت به الأرض. حكم صيام السبت إذا جاء في الأيام القمرية وعرفة وعاشوراء؟ استحب ذلك. أما حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فمن العلماء من قال هذا حديث منكر، ومن العلماء قال منسوخ، ومن العلماء من قال هذا حديث كذب، ومن العلماء من قال أصول الشريعة تخالفه، وأورد عددا من المخالفات له كحديث صم يوما وافطر يوما، وحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وحديث أحب، وحديث لا تصوم الجمعة إلا يوما قبلها أو يوما بعدها. إمام بالأوقاف قعيد يصلي خلفه الناس في التراويح، الصلاة جائزة وإن كان الأكثرون من العلماء على عدم استحبابها، بل استحباب أن يصلي بالناس إمام قائم. هذا الذي تسأل عنه من سبت النور ضلالة ليست في ديننا. كنت أضع قطرة للأنف في رمضان وكنت لا أعلم أنها تفطر، عفى الله عنك، ولا نقطع بأن القطرة تفطر. رجل ولد له ولد وبنت، أعطى ابنه 15,000 جنيه هبة لأولاد ابنه الصغار، والرجل ده مات فجأة، هل بنته ترث في هذا المبلغ؟ لا ترث،
الدستور ملئ بالأباطيل، دساتير عموما. أغلب العلماء لا يجوزون. يا حسن ذكرني بكلام الله وكلام رسول الله، أنا لك سامع حينئذ ومطيع. أما الأدلة فتشهد لأن الحلي عليه زكاة، ولا نعلم أي دليل ثابت صحيح يسقط الزكاة عن الحلي. زوجة تأخذ علاجا للاكتئاب وفي فترة الحيض وأصرت على زوجها الطلاق لمشاكل هو المتسبب فيها، وفي حالة شديدة من الغضب قال لها أنت طالق، طلاقه واقع. أتى رمضان ولم أقضي الأيام من رمضان الفائت، أقضي الأيام التي عليك ولو بعد رمضان. ما حكم لبس السراويل التي أسفل الكعبين؟ إذا كانت كبرا فهي كبيرة من الكبائر، ليست كبرا فتكره في أقل الأحوال. صحة حديث لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف كذا لا يثبت. صحة حديث يؤتى يوم القيامة بالظلمة وأعوانهم لا يثبت. مع حكم الحمات وقع بينها وبين زوجة ابنها خلاف ثم تحرض ابنها على ضرب زوجته ضربا مبرحا ظالمة. ما يلزم من عليه حضانة الأولاد؟ يعني لو على الأم بعد الطلاق الحضانة ماذا على الرجل غير الإنفاق؟ ليس عليه شيء إلا مراعاة أولاده الحين بعد الحين. أنا صائمة وضعت قطرة للعين لا تفطر على الراجع على ما أختاره، لأن ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. يقول كيف صلى النبي بالأنبياء وهم ماتوا قبل أن يكون نبي، ولماذا لما عرج إلى السماء لم يعرفه سيدنا آدم؟ الله هو الذي فعل ذلك، والله هو الذي ذكرهم، والله هو الذي أنساهم، والله على كل شيء قدير. أسباب تأخر الزواج تلك أمور مقدرة وقدرها الله سبحانه وتعالى، وعليك بدعاء الله. المشاركة في الاستفتاءات أنا بعيد عن ذلك، لأنني أرى أن الدساتير من أصلها فيها خلاف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بيع كل أثاث بيتنا للسفر للعمرة؟ لا تفعل، كيف ستضيع الآن؟ يعني تبيع كل ما تملكه من أجل أن تسافر للعمرة؟ إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. زوجها لا يعطيها النفقة منذ أن تزوجت، هذا ظالم لها، لأن الله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث البطاقة الذي أخرجه الإمام أحمد، هل فيه دليل لمن أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان؟ دليل من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان؟ الأعمال فيها تفصيل بلا شك يا خال، ولا تدخل في هذه المتاهة التي هي أكبر من حجمك، بارك الله فيك، ولا تجلس تحكم على الناس وتصنف الناس. هل يجوز أن تتزوج فتاة من رجل نصراني أسلم وأهله نصارى؟ يجوز ما دام قد أسلم. كيف أطبق حديث التعار من الليل لتستجاب دعوتي؟ على ما جاء في الحديث، طبق الذي جاء في الحديث. حديث من صلى لله 40 ليلة في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. هل زوج الأخت محرم على أخت زوجتي أو يعتبر أجنبي؟ يعتبر أجنبي لأنه تحريم مؤقت، فإذا ماتت زوجته جاز أن يتزوج أختها، أو إذا طلقت زوجته جاز أن يتزوج أختها. المغسلات غسلنا امرأة ميتة وبعد الكفن أخرجت ريحا، إذا أخرجت ريحا بعد الكفن لا يلزم إعادة الغسل. هل يجوز للمرأة السفر إلى العمرة بدون محرم؟ تلك مسألة خلاف، فمن العلماء من يمنع ذلك لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، ومنهم من يجوز مع رفقة الآمنة، لأن أزواج النبي حججن زمن عمر مع رفقة آمنة عثمان وابن عوف. هل يؤخذ بالحديث الضعيف؟ على الإجمال لا يؤخذ بالضعيف. الابن الذي يقطع والديه بسبب شركهم بالله وسحر الناس، ما الحكم في ذلك؟
أما بسبب شرك الناس بشركهم بالله فالله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما الأذى الذي يلحقونه بالناس فله أن يقاطعهم حتى يكفوا شرهم عن الناس، أما الشرك فالله يحكم فيه. تبين أن هناك دم حيض ثم انقطع، هل علي قضاء صلاة أم أبدأ عند الاغتسال؟ ابدأ عند الاغتسال. من يوجد لديه دواء ضروري والصيام ليس بمفهوم، حتى لو كان الصيام 18 ساعة غني حرام بالموسيقى. نعم الموسيقى حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يقول ما في صوت، كيف ذلك؟ أظن عندك فقط. أثناء الإقامة في بلد السفر لمدة يومين أو ثلاثة في مقطوع؟ أثناء الإقامة في بلد السفر لمدة يومين أو ثلاثة في مهمة عمل، هل يجوز الجمع في الصلاة؟ نعم يجوز. ما حكم دبلة الزواج؟ لم يرد أن النبي كان يلبس 9 دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة، دبلة مكتوب عليها حفصة، ما وجد هذا. بارك الله فيك يا أبا الحسن وشكر الله لكم جميعا. حكم النوم على جنابة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أنا كنت ناوي أصوم النهاردة فوالدتي صحتني عشان أتسحر والتبس علي الوقت فتسحرت، وبعد الأكل وقبل ما أشرب بتأكد من الساعة فتيقنت أن الفجر أذن، هل ينفع أصوم؟ يعني أنت صمت أكلت وشربت أكلت خطأ ظنا أن الفجر لم يطلع وأنت تريد الصيام، أكمل صيامك. هل يصح عن علي رضي الله عنه أنه كان يتأمل كأوراق الشجر عند سماع القرآن؟ لا أعلم شيئا من ذلك. هل نقيس الذهب على المال؟ نعم تقيس، المال يقاس على الذهب أصلا، لأن المال الورقي ليس فيه نص، إنه مقاس على الذهب. قال موسى ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أنعم الله عليه بقبوله توبته وبشرح صدره للإسلام. ويمكن أقصد نعم الله عليه السابقة، أنعمت علي بأن نجيتني من فرعون وآل فرعون، أنعمت علي بالإيمان بالإسلام. حكم رسم الصور البشرية يعني ذوات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة. كيف يمكن استأذن أن نتجاوز الوسواس المرضي؟ ابتعد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسأل الله أن يصرف عنك ولا تنشغل كثيرا به. وإذا كان مرضا لا بأس أن تعرض نفسك على طبيب يعالجك من باب تداوى وعباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. ما الأيام التي يستحب صيامها في شعبان؟ شأن سائر الشهور، لكن يكره لك أن تصوم يوم الشك أو أن تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصوم أحدكم. وأنت طيب يا أم مريم، ماذا سأفعل لأصلي صلاة الفجر في وقت؟ نامي مبكرة واسأل الله أن يوقظك للفجر، واضبطي المنبهات ووصي أهلك يوقظونك. هل يجوز قضاء أيام صوم رمضان الفائت بعد رمضان؟ يجوز. لا أعلم بنوكا إسلامية، كلها فيما علمت ضلالات وكلها خداع للناس. ما دواء السحر المبطون؟ دواء ترقي نفسك. سعي العمرة من سطح الكعبة، كيف سعي العمرة من سطح الكعبة؟ يا أخي يسألوا أسئلة بس يا أخوان، أسئلة عاقلة. عفوا، أخ مات قبل أن يتوفى أبوه، أخي كان متزوج، هل أولاده لهم الحق؟ ليس لهم شيء. هل يوجد عذاب في القبر؟ يوجد نعيم وعذاب في القبر، نعيم للصالحين وعذاب للعصاة الآثمين إذا لم يغفر الله لهم.
ما حكم الزوجة التي تعرض عليها الذهاب مع زوجها لصلاة الجمعة فتأبى؟ لا تجبر، ليست الجمعة بواجبة عليها. ما حكم من يصلي الفروض وقليل من وقليل الصلاة في السنن؟ هو فقط محروم من الخير لكن لا يأثم. هل التدخين يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. تكبر الرجل الاستعلاء عليها باسم الرجولة واستنقاص فيها باسم الرجال قوامون وأنا الرجل وأنا وأنا ظلم لا شك في ذلك. حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه، عليك أن تستغفر، عليك أن تستغفر الله مهما أذنبت ولا تيأس من رحمة الله. ما الدليل على عذاب القبر من القرآن وليس السنة؟ قلنا لك كلام الله سبحانه وتعالى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كلام الله تعالى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. الإنجليزي لا أتقن قراءتك يا ليلى، حدثينا باللغة العربية التي نفهمها والتي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. حدث طلاق بينه وبين زوجته ويريدان أن يتراجع، هناك قول شرعي لتراجع، هل أنت في العدة يا هادي أم من العدة انتهت؟ إذا كنت في العدة يكفيه أن يقول راجعتك ويشهد اثنين إذا كان الطلاق رجعيا، أم إذا كانت العدة انتهت وكان طلاقا واحدا أو اثنتين فلك أن ترجع بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتك وموافقة وليك. إذا لم تصل صلاة الوتر لا تكتب لك صلاة العشاء؟ لا، هذه لا حكمها وهذه لا حكمها. لا بأس بالقضاء بعد منتصف شعبان. هل يجوز عمل صدقة جارية للوالد الميت ويصل الأجر له؟ نعم يجوز. ما أقصى مدة مسموح بها للجمع والسفر؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. أما إذا كنت مترددا سأسافر اليوم سأسافر غدا فتقصر وتجمع إن شئت، أما إذا عزمت الإقامة أكثر من 4 أيام أم 3 أيام فمن العلماء من يقول تتم بعد 3 أيام. ما معنى قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ لذلك صور متعددة، الرجل يطلق المرأة فيتركها حتى تنتهي عدتها فيقول لها راجعتك وليس له في إرجاعها من حاجة، بل يتركها يقول لها راجعتك وبعد ذلك يقول أيضا طلقتك حتى تعتد عدة جديدة وقبل الانتهاء يقول راجعتك حتى يطيل عليها مدة الاعتداد، أو يتركها كالمعلقة. هل من يوجد لديه دواء ضروري وصيام وصيام عندنا 18 يوم هذا مريض له أن يتداوى يفطر ويقضي في أيام أخر؟ ما سؤالك يا أختي رقية؟ ما حكم الجمع بين حديث وجوب اللحية وحديث 10 من الفطرة؟ حديث 10 من الفطرة لا يصح. زيادة الثقة في الحديث مقبولة أو مردودة؟ كل زيادة لا حكمها الخاص بها. ما الصفة الصحيحة للتيمم مع الدليل؟ الصفة الصحيحة كما جاءت في حديث عمار بن ياسر تضرب ضربة واحدة تمسح بها وجهك وكفيك، جاء ذلك في البخاري ومسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، لا تنضم إلى أي أحزاب، أنت مسلم يكفيك أن تكون في حزب الله الموحدين، حزب شمل كل أهل الإسلام. ما الأفضل للصلاة المرأة في مسجد خاص بالنساء أم المنزل؟ أيضا أرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. لي قطعتان أرض، الأولى للبناء وهي خالصة الثمن والثانية للاستثمار وليست خالصة الثمن، هل عليها زكاة؟
الأرض التي بنيت أو عدت للبناء ليس عليها زكاة، أما التي هي خالصة للاستثمار فانظر إلى الأموال التي دفعتها فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول لزكيت. يا عمر انظر إلى هذه المظاهرات، لأن المتظاهرين الآن في أكثر البلاد لا يهتمون بشرع الله، يهتمون بدنياهم، وقل منهم من يهتم بأمر دينه ويقول أنا أريد شرع الله. جبنوا عن ذلك وقادهم العلمانيون الضللة والليبراليون الظلمة كذلك. قل من يقول أنا أريد كتاب الله وأريد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدساتير التي تصاغ في بلاد المسلمين جلها فارغ من التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنصحك بالبعد عن التعامل في البورصة. أم ورثت من زوجها وتريد أن تعطي حقها لابنها دون بنتها وهي حية. أقول وبالله تعالى التوفيق، هذه ظالمة. ما حكم سبحان الله لإزكاه الأطفال؟ لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم قدوم شهر رمضان ولم أقضي ما قبله؟ يبقى الذي قبله في ذمتك، إذا انقضى رمضان والعيد صمه. حكم الجانب عن الصيام، يعني ما معنى حكم الجانب عن الصيام؟ خلاص. كنت أصلي 4 ركعات قبل العصر، قلت الحديث ضعيف، لو صليتها أكون مبتدع. لا، لا تكوني مبتدع، لأن عندنا حديث آخر بين كل أذنين صلاة لمن شاء، والمراد بالصلاتين بالأذنين الأذان والإقامة. يفتون بحل الفوائد، لماذا تحرمونها؟ ماذا أقول لك؟ أقول نحرمها لأنها ربا، وهي ربا من اسمه ربا النسيئة، تقرض شخصا مبلغا وتأخذ مع زيادة. حكم تجارة الولاعات بالجملة، إذا كانت الولاعات تستخدم في السجائر فقط لا يجوز التجارة فيها، إذا كانت الولاعات متعددة الأغراض يجوز التجارة فيها. ما الرأي في افتتاح معبد للهندوس؟ تلك ضلالة من الضلالات، ومعاونة على الكفر والإثم والعدوان. حكما لم يصلي الجمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك 3 جمعات متهونا طبع الله على قلبه، وقال وهي كبيرة من الكبائر، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكما يقول أن سلفي يقول ما يشاء، لكن نحن نقول نحن مسلمون، سمانا الله سبحانه وتعالى بالمسلمين، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا وفي هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون. هل هناك زكاة على الممتلكة؟ يا عبد الحي أجبناك أن هذا لا يجوز وباطل ومعاون على الإثم والعدوان. لو سمعت في حال النية على ذبح العقيقة هل يكون ذكر اسم الولد ونسبه نسبته لوالده؟ لا يلزم كل هذا، فالنيات محلها القلوب. حكم من يصلي في البيت والمسجد قريب، تلك علامة من علامات النفاق، لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شك الهدوم عند المصائب كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب بدعوى الجاهلية. هل يجوز أن أبر بشيخي أكثر من بر والدي؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقد سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. يقول أنا بحط فلوس في البنك فالفوائد حرام، أخذت مبلغا من المال يقارب $60 قرضة، وافترقنا ولا أعرف ولا أعرفني، أعرف فقط لقب، وماذا أفعل؟
ابحث عنه يا أبا حمود، ابحث عنه، بارك الله فيك، وإذا لم يوجد بعد زمن طويل تصدق بها عنه في أي صدقة جارية. محمد البير أبو أسلم الرشيدي أخذ بنصيحة بنصيحته وتزوج، جزاه الله خيرا. هي نصيحة رسول الله يا محمد الغيطاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البات فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. شكرا، بارك الله فيك يا محمد البير، الله يرزقه ذرية صالحة. هل يجوز المرأة أن تعاشر زوجها الذي لا يصلي وفي بعض الأحيان يسب الجلالة؟ إذا كان ذلك كذلك هو كافر، إذا سب ربه كافر ولا يحل لها البقاء معه. هل يجوز أن أزكي على الذئب الذي أنوي لبسه؟ نعم، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. من الأقارب الواجب علينا صلتهم؟ عموم الأقارب، لكن الأقرب فالأقرب: أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. هل يجوز أداء الشفع والوتر في حين أن صلاة الفجر تؤذن؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك، وقد كان ابن مسعود يفعل ذلك أحيانا. ما حكم إقامة المآتم والحضور فيه؟ التعزية مشروعة بالإجماع، وتختلف صورها من مكان إلى مكان، لكنها مشروعة بالإجماع. دكتورة ليلى، بارك الله فيك يا دكتورة ليلى أبو العلا. ما يقول: تساقط الأوراق هل في ليلة النصف من شعبان أو في ليلة القدر؟ ليلة النصف من شعبان الأحاديث التي وردت فيها أراها ضعيفة، أما الله قال عن ليلة القدر في كتابه الكريم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إن كان يأتي من عمله مهلوكا هذه تختلف. كونوا محبين الخيور لجميع الخلق إليهن المقدم البديع، من نصيحة شيخ الخديم رضي الله عنه وقدس الله سره. إيه نصيحة شيخك القديم؟ وما معنى قدس الله سره؟ وما معنى كونوا محبين الخيور لجميع؟ ألا يا آدم، يا آدم، يا آدم نجوب، أين أنت من كلام الله في القرآن؟ أين أنت من سنة رسول الله؟ تترك نصيحة رسول الله تقول شيخ الخديم؟ إذا جني ولا إنسي هذا، ولا ما نعرف شيخك الخديم من هو؟ ذكرنا بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. مضت هذه الترهات والخرافات، عندنا كلام الله وكلام رسوله أولى من كلامك وكلام الشيخ الخديم. هل يجب اصطحاب الأطفال المسجد وهم دون السادسة؟ إذا كان الطفل لا يؤذي أحدا ولا يفسد صلاة جاز ذلك. جزاك الله خيرا يا من صنعته، جزى الله خيرا يدا صنعت ويدا ناولت، اللهم امين. ما حكم الخمس من الركاز؟ الخمس من الركاز ملزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، والركاز دفن الجاهلية. اذا وجدت كنزا خمس يخرج وبعد ذلك الباقي تستمتع به. اما قوانين الدول لا اعرف عنها شيئا. الحشيش محرم وكبيرة من الكبائر. مرحبا بك في برشلونة، أهلا بك وبأهل برشلونة. هل الإسرائيليات تعتبر مصدر مصادر التفسير؟ بسم الله، لها قدرها وليس التعويل عليها بصورة تامة. يقول: ويد شربت ويد ذكرت، جزاك الله خير، ويدك بارك الله فيك. اليد لا تشرب. هل يجب التكافؤ في الزواج من ناحية السن؟ هو لا يجب التكافؤ في الزواج من ناحية السن، لكن الأفضل التقارب، إلا إذا كانت هناك مناقبة كبرى مثلا تغطي على التقارب في السن. كان يكون مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكبر عائشة بخمسة وأربعين سنة، وعمر كان أكبر من علي الذي هو والد أم كلثوم بنت علي، الذي طلب عمر من علي أن يزوجه بها، قال إنها صغيرة، فقيل لعمر إنه رفضك، فكرر الطلب فقال: أنا مرسل به إليك، إن أعجبتك فهي زوجتك.
فأرسل بها إليه فجاء يكشف عن ساقيها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لفقأت عين أو للطمت وجهك. وهذا الحديث من طريق محمد بن علي بن أبي طالب الذي يقال له محمد بن حنفية، وكان أنذاك صغيرا، لكن المصححون يقولون هو أخوها، فلعل هذا كان كلاما منتشرا في البيت معروفا لدى الأسرة. الشاهد أن التفاوت في السن، يعني التقارب في السن، يعني محمود إلى حد كبير، ولكن إذا وجدت منقبة مثلا واحد متقدم في السن لكن ذو كفاءة في باب من الأبواب أو ذو دين وإيمان، فلا مانع أبدا من يتزوج فتاة صغيرة. وعندنا في هذا الصدد أيضا في الناحية العكسية، الرسول تزوج خديجة وهي تكبره بنحو من 15 عاما. ما زلت أدرس في الجامعة وأريد الزواج مبكرا، مع قروش وفلوس وتستطيع الباءة، أو أنك ستتسول والديك أو تسول أمك التي بعد ذلك تملي آراءها على زوجتك، وأنت عارف الحموات. إذا كنت تستطيع الباءة فلا بأس، أما إذا كنت عال على غيرك فإذا كان أبوك رجل كريم ورجل ثري لا بأس أن يزوجك. أورد الذهبي أن الجن خطفت صحابيا عاما، هل هذا ثابت؟ ممكن نطرح السؤال بصورة أخرى، هل يمكن أن تخطف الجن إنسيا؟ نعم يمكن. فالصحابة قالوا افتقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فبتنا بشر ليلة، ابتعد عنا بتنا بشر ليلة، فقلنا استطير أغتيلا واستطير يعني طيرته الجن. وثمة سند في مستدرك الحاكم أو سنن البيهقي عموما فيه أن رجلا اختطفته الجن زمن عمر فمكث 4 سنوات، والجن استطاعت أن تنقل، أو قال العفريت أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هل يجوز الغسل بالماء من 7 أبار مختلطة للرقية الشرعية؟ وما في هذا التعب يا فؤاد القيسي، إيه اللي هي 7 أبار تلف يعني 7 أبار؟ ما هناك أي دليل يثبت ذلك. بسم الله. دار الإفتاء أجازت شرعية فوائد البنوك، اسأل دار الإفتاء لا تسألني، ولست في حاجة إلى رسالتك، لست في حاجة إلى رسالتك يا سامح، فلا تتحمل إثم الربا والدعوة إليه. وليعلم الذين يفتون بالربا أن الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويقول تعالى إن لم تفعلوا أي تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فيا سامح ابن إسماعيل ستندم على هذا الكلام الذي تضلل به العباد. أشعر أن النصر قريب. قال تعالى فإن مع العسر يسرا. هل العمرة للميت في رمضان تكتب حجة؟ النص عام، عمرة في رمضان تعدي الحجة، أما لفظة تعدي الحجة معي فضعيفة. يعتمر رمضان كامل، هل يزكي هناك أم يوكل في بلده؟ يمكث يعني في العمرة، كل جائز. بارك الله فيك يا أخ أحمد بن عثمان وحفظك. عائشة عائشة، كيف عائشة عائشة؟ تأكيد ولا بنت عائشة؟ دعوهم لأبائهم. المهم النبي في مرض موته صب الماء عليه من 7 أسقية مختلفة. لا، وقال ما قالش من أبار مختلفة يا عائشة بنت عائشة. النبي قال أهريق علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، ما لف في الأبار 7 أبار، إنما يريد ماء كثيرا غزيرا 7 قرب، هذا الذي. لكن تلف على الأبار 7 أبار مختلفة، ومن أين تأتي بال7 أبار؟ أنا طيب. بسم الله. زوجها يسكن فرنسا ومريض لا يصوم، كيف يفدي؟ يطعم مكان كل يوم مسكينا على الاستحباب ليس على الإلزام.
مقيم في المدينة وشخص من بلد آخر يقول سلم على النبي، تلك كلمة تكررت ولم نجدها على عهد الصحابة رضي الله عنهم. واحد ذهب للعمرة أو ذهب لزيارة مسجد رسول الله، واحد آخر يقول له سلم لي على رسول الله. ليس هناك نص يساعد على ذلك. ولو حسن الحديث إن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر، ما الحكم على الزوجة التي تخرج من بيت زوجها دون علمه؟ يعني لازم المسائل المعروفة عرفا، يعني ذهبت تشتري شيئا لخدمة البيت المعروفة عرفا لا بأس بها، أما إذا كانت تكذب عليه وتخرج بدون إذنه فهذه تأثم. ما أدري هذا الهازل يقول النبي سني أو شيعي، نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع لا يتبع. ما حكم شراء بيت في بلاد أوروبا مع أخذ قرض ربوي من البنك؟ لا يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل زواج الأرملة يحرمها من ثواب تربية الأيتام ولقاء النبي على باب الجنة؟ الحديث في ذلك ضعيف، الحديث الذي أن المرأة أنا وامرأة ترملت على أولادها ولم تتزوج على باب الجنة لا يثبت هذا الخبر. والنسوة يختلفن، فالمرأة التي في حاجة إلى الزواج تتزوج. ما حكم بارك الله فيك يا سامح، بارك الله فيك. النبي في مرض موت، خلاص أب قبل وفاته حسب مقدار تجهيز بنته وتجهيز ابنه أثناء زواجهما وخاصم مقدار تجهيزهما من الميراث، هل يجوز؟ لابد أن ينهي الأمور في حياته، يعني ينهي الأمور في حياته، إذا كان سيهب للآخرين يهب لهم مثلهم في حياته وهو حي. هل بلال دخل الجنة قبل النبي؟ لا، إنما رآه النبي في رؤيا منامية، وإلا الرسول قال آتي باب الجنة فاستفتح فيقال من؟ فأقول محمد، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. امرأة مسلمة تسكن فرنسا وكانت حاملا وقدر الله لي أن أضع المولود في شهره السادس وأزداد متوفيا، هل يجب علي دفنه أم أتركه في المستشفى تتكفل به؟ ادفنيه، نفخت فيه الروح. بارك الله فيك يا خان حفظك الله. هل الإنسان الطائع من اسمه نصيب؟ زوجة أبي رأتني والحجرة مظلمة قالت وجهك نور، يعني السناء، يعني السناء النور، نرجو الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سند مرسل، لما جاء سهيل بن عمرو في صلح الحديبية سهل لكم أمركم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح رأيت كأن في دار عقبة بن رافع وأتي لنا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن العاقبة لنا في الدنيا ورفع لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاب. حكم الصلاة وراء شخص يتعامل بالربا جائزة مع الكراهة. ما سؤالك وسيم؟ كاتب وسيم، وسيم بطبعي، كلام الكلام الطيب ده وسيم، ماشي يا وسيم. هل الحلم له علاقة مع الواقع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أنا بقطع غصب عني في صلاة مش عارف أعمل إيه، يكون بتوضيها حاجة بتمنعني بزعل بعد كده، تزعلي بعد كده، قبل كده انتبه لأنك متوعدة بالويل كتاركة للصلاة بالعموم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول بكم إطعام مسكين في فرنسا؟ انظر الوجبة بكم وأطعم مسكين أو ارسلها بلاد المسلمين. حكم صلاة الفجر قبل الأذان لظروف السفر؟ لا تجوز صلاة الفجر قبل أذان الفجر. زوجتي لا تستطيع الصيام في رمضان لأنها بتدوخ. يا سلام يا عمر، بتدوخ بس كده يعني مريضة،
إذا مريضة فتعيد في أيام أخر. أما إذا كانت دوخة متحملة، كلنا بندوخ يا عمر، تتصبر بعض الشيء الله يكرمك. لكن عموما إذا كانت مريضة تفطر وتعيد. حاب نتزوج النساء كلها جروني وحدة، محبة تقبل بي مع أن يتوفر علي كل شروط الزواج. ليه سالم بس ماذا ترفضك النساء؟ إذا الله يا سالم وربنا لن يضيعك. ليس المقام تفسير أحلام يا ندى. حكم صيام 21 ساعة في السويد، صم ما دامت الشمس تشرق وتغرب وتغرب. هل له أي معنى أن هذه الأسماء تبدأ بحرف عين؟ عبد الله عمر، مش فاهم كلامك يا مراد. ركز معي يا عبد الرحمن، الله يحفظك. ما سؤالك أصلا يا إخوان؟ فضلا وليس أمرا لا تضغطون، عفوا. بارك الله فيك على الأيك لأنه يقطع البث. الأيك ما الأيك هذا يعني اللي اسمه الأيك؟ الأيك عند محمد عند عبد الله. إنه في دولة أجنبية نصلي الجمعة في وقت ثابت، أحيانا يقوم الإمام قبل الأذان للخطبة، ما جواز ذلك؟ إنه في دولة أجنبية نصلي الجمعة في وقت ثابت، أحيانا يقوم الإمام قبل الأذان للخطبة. في عبد الرحمن رأي للحنابلة، رأي شاذ عندهم، يقول إن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، يبدأ من وقت صلاة العيد. هذا رأي الحنابلة وهو رأي مخالف للجمهور وللدليل، بارك الله فيكم، لكنه رأي. ليس له غيرهم، وفعل ذلك وهو حي وأعطى كل النصيبة. لم أفهم، هل فعلا الرسول رفض أن يتزوج سيدنا علي على فاطمة بنت الرسول؟ نعم، لكن مقيد. علي أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي ويتزوج ببنت أبي جهل، أما أنا فلا أحل حراما ولا أحرم حلالا، إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، لكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. حسام، بيع السجار حرام يا حسام. هل يجوز صيام الاثنين والخميس من شعبان حتى يأتي رمضان؟ يجوز. هل يجب أن يخبر الزوج زوجته بزواجه بالثانية؟ نعم، يجوز للرجل أن يخبر يلزمه أن يخبر زوجته بذلك بعد الزواج. بعد الزواج يلزمه ذلك، لأن هناك مترتبات وحقوق والزواج يعلن. كيفية الصلاة الصحيحة تحتاج إلى محاضرة يا منذر. حكم نشر صور الميت على مواقع التواصل، الأصل عدمها، لكن إن دعت إلى ذلك علة جاز. الإبرة في الكتف تفطر الصائمة أم لا؟ الذي يقول والله لا أكل ولا أشرب، إذا أخذ حقنة في الكتف لا يكون قد حنس، فعليه أقول وبالله التوفيق إن ذلك لا يفطر. كيف أرتاح من الغضب؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ واجلس. هل الدعاء من شخص لا يصلي يصل للميت؟ الأمر لله. طالب في داخلي، هل يجوز أقصر الصلاة وأجمع الصلوات الخمس؟
يعني إذا كنت في مدينة جامعية أتمم لك داران إقامة. حكم العيش في أوروبا إذا كنت تستطيع إقامة دينك وأنت في ممن الفتن لا بأس. لا تقسم الميراث والأب حي إلا إذا قسم يحفظ الورق مع شخص قد تجد أمور وبعد الوفاة يتسلم كل النصيب إذا كان الوالد يخشى من ظلم بعض الورثة. كيف أحافظ على حفظ القرآن وحجابي وصلاتي أخاف أن أترك كل شيء؟ اسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وعليك بالصحبة الصالحة. حكم الزوجة التي تسب الله في البيت أمام الأولاد، طلقها، ما الذي جعلك معها يا وسيم؟ أنت وسيم بطبعك ومعك زوجة تسب الله في البيت. حكم شراء الأرز بالتقسيط، لا بأس، تزوج يا حسام، صم يا حسام، تعفف يا حسام. ما حكم رجل يضرب زوجته ويكسر البيت بعد ذلك يقول آسف لا أقصد؟ هذا الإنسان قريب من الله يصلي ويصوم، أظن في عقلي خلل ولا ده. ما حكم الذي لا يخشع في الصلاة ينقص من أجره قدر قلة خشوعه؟ هل تجوز صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؟ تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. حكم تربية ابن زوجتي من رجل آخر، تسابين على ذلك إن شاء الله. قناة طبخ على اليوتيوب فلوسها حلال ولا لي ولا لا؟ على حسب ما فيها وعلى حسب الملابسات المحيطة بها. حكم من طلق زوجته ثم ردها مع معرفة أخيها وأم الزوج وأخته، لا يشهد رجلا مع أخيها لأن شهادة النساء في الإرجاع لا تعتبر. هل السواك سنة مهجورة للنساء؟ نعم سنة مهجورة، أكثر النساء لا تستعملن السواك. إذا الله خلانا من الطيبين علمنا صفة الصلاة صحيحة بدل بس التعرف على التمور. إن شاء الله نلقي درسا في صفة الصلاة الصحيحة بارك الله فيك، لكن المقام الآن مقام فتاوى سريعة الذي تسأل عنه. الدروس الحمد لله مستمرة في كل أبواب الفقه، فلا يعني تحمل نفسك بين يدي الله ما به تأثم. المقام مقام إجابة سريعة على أسئلة سريعة، الذي تطلبه أن تحتاج إلى محاضرة طويلة إن شاء الله تكون في محلها بإذن الله. هل من نفي أو إثبات حول عذاب القبر؟ أجبنا مرارا أن هناك عذاب ونعيم في القبر لمستحقيه. هل تحقيق الأحلام صفة من صفات الأنبياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح وترى له. كيف يكون بيع السلم؟ بيع السلم بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، تبيع شيئا معلوما وزنه معلوم أو كيله معلوم، ثمنه معلوم، موعد التسليم معلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف، والسلف السلم وزنا ومعنى، فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وثمن معلوم ووقت ما إلى أجل معلوم وصنف معلوم. فمثلا تقول: أنا أشتري منك طن رز، طن 1000 كيلو معروف، هذا الرز رز مصري، وصفت الرز، نسبة الكسر فيه 20%، حددت بدقة، أشتري منك طن رز مصري نسبة الكسر 20% بمبلغ 1000 جنيه أستلمه في واحد رمضان، وخذ 1000 هذه. إذا أنا لي عندك طن رز مصري بالمواصفات المذكورة وموعد التسليم كذا، فهذا السلم جائز، وهو صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أسلف فليسلف في ثمن معلوم، صنف معلوم، وزن معلوم أو كيل معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم. بقية الله خير لكم. البقية الحلال الطيبة خير لكم من الغش، يقولها شعيب عليه السلام لقومه. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني الحلال الطيب خير لكم من الحرام الخبيث. أحمد المغربي، أسأل الله أن يعافيك من السوء المكروه وأن يتم عليك الشفاء. حكم ترك الجمعة بسبب العمل، وقلنا كبيرة من الكبائر اللي إذا كان العمل حراسة مثلا الأشياء ستسرق. الوفاء طبعا والحياة تجارب، ما في شيء لله أبدا، يعني ما في شيء، كله كده الحياة تجارب وال ما في شيء لله أبدا يا أخوان. الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لا تنسوا ربكم، لا تنسوا ربكم فينسيكم أنفسكم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وسيم بطبعه، يا سلام يا وسيم بطبعه، ألا ترى أن فيها تزكية للنفس شيء ما؟ المهم، أراد طلاق زوجته، وهو وسيم بطبعه وأراد طلاق زوجته لأنها تسب الله. معك حق يا وسيم، ولكن أمي قطعتني، قالت إن طلقتها لن أرضى عنك، هي لا تحل لك أصلا. إذا سبت الله كفرت، وليس لكافر أن يعيش مع مسلمة، وليس لمسلم لكافر أن تعيش مع مسلم. فلا رأي لأمك إذا سبت الله وتسب الله واستمر في هذا ولا تتوب، خلاص كفرت، لا يحل لك أن تبقى معها. حتى لو أنت، لو أمك قالت طلق ابقيها وأنت وافقت على قبولها، لا يجوز لك تتعيش في الحرام. هل يجوز تعويض الصلاة التي فاتتني في الصلاة السنة الماضية؟ يجب، ليس يجوز، يجب. قول الرسول دين الله حقا يقضى. حكما لا يعرف القراءة والكتاب لكي يقرأ القرآن وكبير السن، يتعلم يعني في ماذا حكمه، في ماذا يعني يحفظ الفاتحة فقط. تغميض العينين أثناء الصلاة ليس بموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجي يسوي لحياته بفرض من العمل وإلا فصل، مضطر لا بأس، الله يغفر لنا ولكم. لعبة الشطرنج الأكثرون على تحريمها إلا أن ابن تيمية يرى الكراهة، أما الأدلة فليس في الباب دليل، إنما بنوا على الملابسات المحيطة بها من إضاعتها للوقت وإرهاقها للذهن بلا فائدة. وأذكر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمثلا أنت تضيع ساعتين من وقتك أمام الشطرنج، ما الذي استفدت؟ بعت ساعتين، ما المردود؟ هل أخذت مقابل الساعتين؟ أنت خائب كالذي يتفرج ينظر إلى مباريات كرة القدم، يبيع ساعات، يعطي ساعات من وقته ويحرق أعصاب نفسه، ما المقابل الذي استفاده؟ اسألوا هؤلاء المجانين الذين يضيعون أوقاتهم أمام شاشات التلفزيونات لمتابعة كرة القدم، يضيع ساعات من حياته، ما المقابل المستفاد؟ المفروض العاقل أنا سأبذل ساعة من وقتي، المفروض لها ثمن، إما ثمن دنيوي أو ثمن أخروي. أبذل مثلا ساعة في الصلاة، بطلب من الله أن يكرمني بها في آخرتي وتسجل في صحيفتي. أبذل ساعة في العمل لكي أتقاضى أجرا، لكي أتقاضى أجرا. لكن الذي يبذل ساعات في متابعة المباريات ويشتم ويسب ويصيح كما تصيح المرأة المجنونة ويصيح كما يصيح السفهاء، ما الذي استفاده؟ ضيع الصحة بلا ثمن. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم لله ذاكرين، وعلى نبيه مصلين، وبالأسحار مستغفرين،
فأكثروا من الاستغفار بالأسحار، إن المصائب تدفع بسبب الاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن المصائب تدفع بشكركم لله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيها الإخوة والأخوات، انصروا دينكم ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصروا دينكم يحفظكم الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، احفظ الله يحفظك. لقد قال ربكم الأعلى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإلى كل طالب في الجامعة وفي غير الجامعة أن يسعى لنصرة دينه ولهداية المسلمين. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. على كل عامل في مصنع، على كل عامل، على كل موظف، على كل رجل، على كل امرأة أن يجتهدوا لنصرة دينهم ولإدخال الناس في دين الله أفواجا. ولن يترهم الله أعمالهم، لن يترهم الله أعمالهم. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا اثبتوا على هذا الدين القيم، ولن تثبتوا إلا إذا ثبتكم الله. فاسألوا الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الشكر لله في الأولى والآخرة، والحمد له في الأولى والآخرة، وكذلك الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سير إخوانه من الأنبياء والمرسلين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهن إنما يكونون وحيثما يكونون. وكذا موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم السداد والتوفيق، وأن يبارك فيهم وأن يحسن مثواهم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.